السلام عليكم طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة العاشرة اليوم 4/2020. محاضرتنا راح تكون على المندل لوز اند هيومن جينيتيك، وراح ناخذ ال autosomal patterns of inheritance. The objectives of this lecture هي راح تكون autosomal recessive disorders and autosomal dominant disorders. الاوتوسومال هي الكروموسومات الجسمية، الريسيسيف هو المتنحي، الديسوردر هو الاعتلال. نفس الحالة الأوتوسومال ذكرنا الكروموسومات الجسمية، الدوميننت هي السائدة، الديسوردر هو الاعتلال. مندل لوز اند هيومن جينيتيك ديسوردر، ليش نقول هيومن جينيتيك ديسوردر؟ واحنا في ذهننا دائما نقول مندل لوز هو أساسا يجي في بالنا انه في بلانت نبات البازلاء، لكن احنا طلاب طبية واطباء المستقبل ان شاء الله لازم بوينت اوف فيو مالتنا نظرتنا تكون دائما توجه الى الهيومن. واحنا في مادتنا المولكيولر جينيتيك راح ناخذ الهيومن جينيتيك ديس اوردر. ماني تريتس، العديد من الصفات اند ديس اوردرز هيومن اند اذر اورجانيزم ار جينيتيك ان اوريجين، يعني يكون مصدره او اصله جينيتيك. اند فولو مندل لوز، يعني تتبع الى قوانين مندل. These traits are controlled by a single pair of alleles. احنا دائما احنا الجينات والصفة دائما اقل لكم الصفة. الصفة من وين تجي؟ تجي من pairs of genes. احنا دائما عندنا two alleles of each trait. طبعا هذه الاليل وين تكون موجودة؟ on the autosomal chromosome. ليش احنا نقول autosomal chromosome؟ لان موضوعنا احنا في هذه المحاضرة على الاوتوسومال. لما نقول أوتوسومال قلنا الجسمية، وهون حتى لو ما فهمتني هذا التعريف يبقى في بالكم أو هذه الملاحظة. An autosome is any chromosome other than the sex chromosome اللي هم الإكس. طلاب عيني، الأوتوسومال patterns of inheritance، إحنا نجي على الباترنز. إحنا هسه عم نحكي بعمومية وشكل عام بعد ما دخلنا إلى الدوميننت ولا الريسيسيف. لما نقول دومينانت خلوا في بالكم قبل ما اشرح اي شيء، من اقول دومينانت اجي على الكابيتال ليتر، من اشوف كابيتال ليتر ومكتوب من اكو دومينانت ديس اوردر وكابيتال ليتر معناتها هذا ديس اوردر. ولما يحكي لنا على الريسيسيف ديس اوردر معناته لازم يكون هوموزايجس ريسيسيف، يعني سمول ليتر اثنين يكون سمول ليتر، لان احنا قلنا الريسيسيف ما تظهر الا بس مع الهوموزايجس مع الهيتيروزايجس. هسه نيجي نشرحها. When a genetic disorder is autosomal dominant، يعني autosomal dominant يعني السائدة. The normal allele، احنا ما نقول dominant disorder معناته النورمال allele هو عكسه اللي هو السمول letter. Normal allele is recessive، يكون recessive. An individual with capital A capital A هذا يكون disorder. من كابيتال اي سمول اي هذا ايضا ديس اوردر، هاز ذا ديس اوردر. لما يكون سمول اي مع الدوميننت، بس لما يكون الحرف كابيتال راح يكون عندنا هو الدوميننت، يعني راح يكون عندنا ديس اوردر. ولما يكون سمول ليتر راح يكون عندنا ريسيسيف. زين، وين جينيتيك ديس اوردر از اوتوسومال ريسيسيف، هون هسه تجينا على الريسيسيف. ذا نورمال اليل كابيتال، لان عم نقول ريسيسيف فمعناته ريسيسيف هو السمول ليتر، معناته عكسه الكابيتال ليتر لازم يكون نورمال از دومينانت. اند اونلي انديفيدوال وذ ذا اليل سمول اي سمول اي هاف ذا ديس اوردر. هون بالدومينانت كابيتال اي يكون بالهيتيروزايكس، بالهيتيروزايكس كابيتال اي سمول اي، كابيتال اي كابيتال اي بالهوموزايكس يكون ديس اوردر لانه دومينانت. وبالريسيسيف لازم يكون small a small a. تمام؟ تبدي هذا فوض مصطلح مهم اللي هو شجرة النسب، shows the pattern of inheritance and whether condition is dominant or recessive. احنا عندنا two patterns one or two، منو dominant ومنو recessive، هذا recessive او dominant او هذا recessive او dominant، ما نعرف. لازم احنا خلي في بالنا فد اشياء واشرح لكم هي ان شاء الله تفهموها. بس احنا دائما دائما من يجينا في ديكري لازم نشوف الانستركشن اللي حوله او الكي حتى يقل لنا ايش معناته. مثلا هذا الشدد 1 يعني المظلل يكون افكتد، وهذا الغير مظلل ان شدد يكون ان افكتد. السكوير هذا يكون ميل، السيركل يكون فيميل، وهكذا.
اللي يكون يعني اللي هو اللاين يربط بين ميل اند فيميل، راح يجي بالوسط، راح يكون بالانترميديت، راح يكون هذا التشايلد. هسه نجي على which pattern of inheritance 1 or 2 do you suppose represent as autosomal dominant characteristic or an autosomal recessive characteristic؟ منو منهم راح يكون autosomal dominant ومنو منهم راح يكون autosomal recessive؟ نجي على pattern 1. pattern 1 هو هذا، ما نعرف هذا autosomal dominant ال autosomal recessive، بس احنا ايش عندنا؟ عندنا child، ايش عندنا؟ child شدد. الشدد ايش قلنا؟ قلنا affected يعني مصاب، يعني disorder. فهذا disorder هل هو من الدوميننت الا من الريسيسيف؟ اذا دوميننت معناته بينه حرف كبير يعني كابيتال لتر، واذا ريسيسيف لازم يكون هوموزايجس بوث، يعني البوث لتر لازم يكونون سمول لتر اذا كان ريسيسيف. زين in pattern 1 the child is affected but neither parent is this and happen in condition is recessive. هو قلنا يعلمنا انه هذا الكونديشن لما يكون البوث بيرنت ان افكتد، يعني ان افكتد والتشايلد يكون افكتد، معناته هذا الكونديشن از ريسيسيف اند بوث بيرنتس ار يكونون كابيتال لتر سمول لتر. ليش كابيتال لتر سمول لتر؟ لان هذا ريسيسيف تمام، واحنا لما يكون ريسيسيف ايمت يكون لازم سمول لتر دبل سمول لتر، ولما يكون موجود الاي هو راح الكابيتال لتر مثل هذا راح يكون نورمال، لانه عندنا الحاله ريسيسيف، فالنورمال لتر او كابيتال لتر راح يعمل لنا كفر على السمول لتر، يعني راح يعمل كفر، يعني راح ديسابير، يعني ما راح يبين تاثيره. Notice that the parents are carriers because they appear normal. يعني لأنه ليش عشان عرفنا إنه هذا two carrier both parents carrier؟ لأنه child disorder معناته receive small letter from mother or female و small letter from father أو male. تمام؟ But are couple of having a child with the genetic disorder. بالنسبة للباترن 2 the child is unaffected but the parents are affected. هوني بالعكس the child unaffected وال both parents are affected. This can happen. هو عيقل لنا يعلمنا يقول condition is dominant disorder ويكونون طبعا نفس الحالة، هوني capital A small A، هوني capital A small A بس affected. ليش affected؟ لأنه عندنا حرف كبير، والحرف الكبير مع الدوميننت يعني معناته disorder، لأن هو عيقل لنا dominant disorder. وأيضا هوني small A small A small A مع الدوميننت إيش هون يكونون؟ لأن capital A هي disorder، فsmall A small A معناته لأن affected. أنت ملاحظة طلاب يعني الأحرف اللي مكتوبة هوني capital A small A capital A small A، أيضا هوني capital A small A capital A small A، بس هوني بالدوميننت تكون affected وبالrecessive تكون unaffected. هوني small A small A وأيضا هوني small A small A، لكن هوني تكون affected هوني unaffected. نجي على القانون، هذا البوكس تحفظونه كقانون autosomal recessive disorder. بالautosomal recessive disorder قبل شوية شرحناها، نتذكر انه كان child unaffected او affected، عفوا child affected والbooth parents unaffected. most affected children مثل المثال اللي شرحناه have unaffected parents. بالضبط الهيتيروزايجس كابيتال اي سمول اي هاف ان انفكتد فينوتايب. ليش؟ لانه بس لما يكون عندنا بالريسيسيف بس لما يكون الحروف الصغيره معناته انفكتد. تو انفكتد بيرنتس ويل اولويز هاف انفكتد تشيلدرن. لما يكونوا الاباء مصابين حتما لازم يكونوا الابناء مصابين. كلوز ريليتيفز يعني التزاوج او بين الاقارب هو ريبروديوس are more likely to have affected children. تكون النسبة تزيد. Both male and female are affected with equal frequency. يعني ماكو فرق بين الميل والفيميل بالإصابة مثل بعض الأمراض. لاحظوا هذا الشكل هو يشبه الشكل اللي قبله بس شوية مكبر. لاحظوا بأنه لما يكون children تكون مصابة ما شرط إنه الآباء تكون مصابة. طبعا هذا الانستركشن كي هاي تتبعوها، هذه التعليمات هون لما نقل كم small a small a affected capital a
small i carrier capital A capital A infected وهكذا. نجي على الاوتوسومال دوميننت ديس اوردر بالضبط ايضا راح يحكي لنا مثل الباترن اللي شفناه الباترن 2 افكتد تشيلدرن مثل ما شفناها واليوجوالي هاف ان افكتد بيرنتس العفو افكتد تشيلدرن واليوجوالي هاف ان افكتد بيرنتس يعني المصاب من مصاب الهيتيروزايجس ايضا لازم يكون افكتد لانه بينه كابيتال اي والكابيتال اي مع الدوميننت يعني ديس اوردر تو افكتد بيرنتس كان produce an unaffected عشان to affected parents لما يكونون heterozygous ممكن انه ينطون للchild small a من from father و small a from mother فيصير unaffected to unaffected parents will not have affected children مثل هذه الحالة هوني ال unaffected ما راح ينطونا affected children both male and female are affected with equal frequency نفس الحالة ماكو فرق بين male وال female هسه نجي على الاكزامبل 1 from autosomal recessive disorder خليت لكم اربع امثله بهاي المحاضره اثنين للاوتوسومال recessive disorder واثنين للاوتوسومال dominant disorder ميثيموغلوبين is an oxidized form of hemoglobin يعني الاوكسيدايز معناته بينه اكسجين الهيموغلوبين بينه اكسجين زياده الهيموغلوبين بحالة الميثيموغلوبين يكون increase affinity for oxygen ما بس انه يزيد الاتراكشن او الافينيتي الجاذبية للاكسجين ايضا انه يقلل reduce ability of red blood cell اللي موجود بداخل الهيموغلوبين to release oxygen to tissue يعني يقلل قابلية او يختزل قابلية red blood cell الكريات الدم الحمراء to release انه تطرح الاكسجين to tissue ايش راح تعاني الانسجه بهذه الحاله؟ بس تشيو ار راح تحرم of oxygen and the disorders more commonly now named blue skin disorder يعني مثل هذه الصوره لاحظوا اللون مالته لانه اصلا الانسجه مالته محرومه من الاكسجين تشيو ار deprived of oxygen وهذه الحاله تسمى blue skin disorder الانزيم تيست احنا اي مرض نعمل له تيست indicate that the blue foggate ايش معناته blue foggate اللي هي name of family carry this disorder ليك the enzyme يعني هاي لما يعملوا له فحص يشوفوها انه فاقده لانزيم اسمه diaphorase اللي هو coded by a gene on chromosome 22 هذا diaphorase لما الجين صابينه defect اللي موجود من الكروموسوم 22 راح ينطينا defect in enzyme ما موجود دايفوريز ما موجود الانزيم النورمالي اللي هذا الانزيم ايش وظيفته كونفرت ميثيموغلوبين باك تو هيموغلوبين لما يتكون عندنا الميثيموغلوبين موجود الدايفوريز ايش راح يرجع الى الهيموغلوبين اللي كاركترايز باي ذا بريزنس او ايش راح يميز كيميائيا بين ميثيموغلوبين والهيموغلوبين هيموغلوبين انه الميثيموغلوبين يحتوي لنا على الفيريك الفيريك اللي هو الحديد بلس 3 rather than ferrous اللي ايضا هو الحديد plus 2 اللي موجود بالنورمال هيموغلوبين هذا الفرق بيناتهم the pedigree analysis of the foggate family indicates that the trait is common in the family because so many carried off recessive allele لانه موجود بها recessive allele لاحظوا طلاب الهيموغلوبين normal هيموغلوبين هو الفيرس plus 2 والميثيموغلوبين اللي هو ال FE plus 3 لاحظوا هذا لون البلد نورمال والابنورمال هذا بالنورمال هيموغلوبين وهذا بالميتاموغلوبين ال example number 2 of autosomal recessive disorder cystic fibrosis كم مر عليكم cystic fibrosis هذا الاختصار معناته CF is the most common lethal genetic disease among Caucasian Caucasian اللي هو اللون البياض الثلجي او الاشخاص اللون الابيض كلش in United States a cystic fibrosis patient exhibit a number of characteristic symptoms احنا لما هسه لما راح اشرح لكم هالفتره بالامراض والهذي دائما راح احق لكم symptoms لان انتم اطباء لازم تعرفون يعني الاعراض اللي يعانون منها
وانا بالنسبه لي لازم اشرح لكم السبب، يعني مثل ما قلت لكم على اما كروموسوم يقع اما انزيم ناقص الديفكت وين كذا من ناحيه النظره مالتي from molecular genetic. The most obvious being بالنسبه للسيمبتومز extremely salty sweet، العرق الملحي المالح. In children with cystic fibrosis the mucus، mucus المخاط. In bronchial tube بالشعب الهوائية. And pancreatic duct بالأقنية البنكرياسية. Is particularly thick، يكون سميك. And viscous لزج. هذه لما يكون الميوكس المادة المخاطية تكون thick و viscous لزجة، تقدرون تتخيلوها interfering with the function، راح تتداخل مع وظيفة of the lung and pancreas. طبعا يعني الودلانك يعني لحظة النفس مالته هون راح يكون أثر على البنكرياس وعلى وظائف السمول انتستين وعلى اللانك وهكذا. جبت لكم هي بأبسط ما يمكن، هي بها حكي كلش كثير بس حتى يكون عندكم شيء اللي هو اللي أريد أصله بهذا السلايد. قول people with cystic fibrosis inherit، يعني يرثون a defective gene، يرثون الجين اللي بينه خلل on chromosome 7 called CFTR اللي هي اختصاص للcystic fibrosis transmembrane conductance regulator وهكذا. طلاب يعني اكو خلل بالجين اللي موجود على chromosome 7، احنا اللي هذا نريد نقوله اسم الجين هو CFTR وهكذا، هذا الاختصار لهذا الجين. احنا هون هسه لما نجيب لكم بالاسئله راح اجيب لكم مثل هذا الكروس بتوين كارير فادر وكارير مذر، راح تعطينا الاوف سبرينج اربع اولاد، اربع احتماليات تكون افكتد. طبعا اربع احتماليات ليش ما جاي اعتباطا، يعني ما الا يجيبون اربع اولاد بس هي احتماليات. من الاحتماليات عندنا الكارير مذر والكارير فادر. من يقول كارير معناته كابتل ليتر سمول ليتر، كابتل ليتر سمول ليتر، فتنطينا اربع احتماليات، يعني أربع احتمالات. مثلا لما راح يجي الطفل الأول ممكن يكون 25% يكون unaffected، 25% 25% affected، تكون 50% يكون carrier. وطبعا انتم لما تشوفون هذا الرسم راح تتخيلون انه هذا اكو جينوتايب واكو فينوتايب. هسه لما احنا نجي على نقول الفينوتايب 55% cystic fibrosis not expressed، يعني الفينوتايب معناته 75 بغير جملة أقولها percent normal، يعني لأنه cystic fibrosis not expressed ما تعبر عندهم كفينوتايب. و 25% يكون cystic fibrosis اللي هو هذا، لكن كجينوتايب احنا عندنا واحد من 25 normal، 50 carrier، لكن الفينوتايب مالته النورمال، والافكتد وان تكون اب نورمال ان جينوتايب فينوتايب. الاوتوسومال دومينانت ديس اوردر، كملنا الريسيسيف اخذنا تو اكزامبل. نمبر عندكم نمبر اوف اوتوسومال دومينانت ديس اوردر هاف بين ايدنتيفايد ان هيومن تو ريليتيفلي ويل ناون. عندنا الاوتوسومال دومينانت ديس اوردر انكلود اوستيوجينيسيس امبرفيكتا، وهي حالة من الحالات، والهيريديتري سبيروسايتوسيس. الاكزامبل نمبر 1 الاستيوجينيسيس امبرفيكتا از ان اوتوسومال دومينانت جينيتيك، هذا اوتوسومال طبعا مبين من الصور الابنورماليتي. لاحظوا يكون ويكند اند بريتل بون، هذول ديس اوردر ذات ريزلت ان ويكند اند بريتل بون، الويكند ضعيف وبريتل هش. لاحظوا الهشاشة شلون راح تخليهم يعني تتعوج وتكون بهذا الشكل، هذا يتغير شكله. Although there are at least 9 types of the disorder، اكو 9 type منه، لكن must تكون belong or linked to mutation into two genes، تعود الى اثنين من الجينات. Necessary to the synthesis of type 1 collagen or collagen 1، هذا الكولاجين 1 most abundant protein in the human body، هذا موجود بالهيومن بودي. ايش الوظيفه والرولز مالته؟ providing strength and rigidity to bone، يعني providing strength ينطي القوه.
rigidity ينطي الصلابة to bone ينطي الصلابة للعظام forming the framework of most of the body tissue راح تنطينا الهيكلية للبدي تشو لل يعني هيكلية الأنسجة للجسم. عندنا الـ example number 2 hereditary spherocytosis. هذا هو أشكل الخلل بالـ hereditary spherocytosis. spherocytosis هي كرة الدم الحمراء أيضا من نوع الـ autosomal dominance of انكرين 1 gene found in chromosome 8. The protein encoded by this gene serves as a structural component. راح يكون مسؤول عن structural component يعني البروتين التركيبي of red blood cell. And this responsible for the maintaining their disc-like shape. هو هذا disc-like shape. Rather than donut shape اللي هو normal cell. Donut shape اللي هو يكون sphere shape يعني عفوا biconcave disc shape. هذا يكون normal وهذا abnormal. لهذا السفيريكال شيب اشلون راح تكون ابنورمال. ار فراجيل اند بيرست ايزلي امتي يعني تكون هشه وتنفجر بسرعه اندر اوزموتيك ستريس. This abnormal spherocytosis protein is unable to perform its usual function. The usual function بالنسبه للار بي سي هي carry the oxygen. هذا اتكم بعد ما انتهينا من الاوتوسومال Recessive disorder والautosomal dominant disorder هوني احنا شرحناهم بالحالتين بس هوني حتى تقارنون ودائما تنتبهون انتم على الانستركشن. يعني قبل شوية كان عندنا ال white كان عندنا affected هوني unaffected تتبعون هذه التعليمات لما تجيكم. وطبعا الاحتمالية في كل حمل شلون تكون احتمالية مثلا ربع تكون هكذا هو يجي ولد واحد بس الاحتمالية تكون ربع يكون unaffected 50 يكون affected ربع يعني يقول 25% 50% يكون carrier و 25 affected وهكذا بالنسبة لهذا الأوتوسومال ريسيسيف الأوتوسومال دومينانت. هذه شرحناها بس أنا خليت هاي الصورة حتى تتعودون تقرأوها وتجيكم بالامتحانات بهذه الصيغة. بعد ما انتهينا من المحاضرة عندكم واجبات تقدموها حتى تفيدكم بالدرجات السعي. عندنا exam two example واحد منهم على autosomal dominant disorder والآخر على autosomal recessive disorder. أتمنى لكم التوفيق.